إكسبريس باي توتال إنرجي. كان إكسبريس في موعد يومي كل يوم من 3 إلى 4، متابعة يومية لأخبار المنتخب ومتابعة يومية لكان توتال إنرجي كامرون 2021. وليد برحومة، سعيد جدا بمرافقتكم مع إسلام المدبة. أهلا وسهلا بك إسلام. أهلا بك وليد، تحية ليك ولضيفنا وكل المستمعين. ضيفنا جوستومون، سعيد جدا باستقبال. كيفاش نجموا نعرفوها؟ خاطر بصراحة هو ناخب وطني سابق، ما نجمش نكتفي بقول مدرب ليوسف الزواوي. هو بصراحة ظهر لي في الكرة التونسية، ظهر لي من الأسماء الكبيرة اللي جابتهم تونس أكثر من هذا. أنا أستاذ في التكتيك، أستاذ في التكتيك. الله يبارك فيك. مرحبا. مرحبا سي يوسف، سعداء جدا باستقبالك وشكرا على قبولك الدعوة. أنيس الجويني معنا في الإخراج، وتنجموا تفرجوا فينا بالفيديو مع آدم المدب في الديجيتال على فيسبوك ويوتيوب. باش نمشيو الكامرون مباشرة، معنا أنيس السحباني. أنيس أهلا وسهلا بك، مرحبا. مرحبا، اهلا بك وليد، تحيه الاسلام وكذلك لي سي يوسف الزواوي اللي مرحبا به حضرنا في الراديو. شكرا لك انيس السحباني. عدت مستجدات اكيد، البارح حكينا مطولا على لكا كوفيد الجدد، اليوم صارت الندوه الصحفيه. انيس اي، قبل ما نحكي وليد، قبل ما نعدي الندوه الصحفيه، تعرف نعملوا لي تيست رابيد وتيست بي سي ار، ولينا نعملوا فيهم الزوز. انت الحقيقة الأمور ولات تلمو مضحكة، لا ليه وأنت تو واحد زميلنا من إذاعة الديوان حاتم جزبار، يعني ولات تفادلك مع اللي تعمل في اللي تيست، قالت له أنت راك بوزيتيف، بعد قالت له لا راني فادلك، بعد شوية الطفل مات، شوية مات في الفجعة الطفل. أنت حاجات الحقيقة غريبة قاعدة تصير زميلنا. كان نسمع فيك أنيس خمسة على خمسة، والبارح تعمقت برشا في موضوع اللي تيست بي سي ار بالنسبة للصحفيين اللي مطلوبين وفي المقابل ما يشوفهم حتى. صحيح صحيح، دونك احنا اليوم قلت حاولنا نعمل زوز مع بعضهم باش نتأكدوا من السلامة، تعرف ما تعرفش شو اللي صاير. على كل قبل شوية وفات الحس الندوة الصحفية للمدرب منذر الكبير، وكان معاه أنيس بن سليمان، نحكيو برشا على اللي صاير في الايامات الاخيره من حالات الكوفيد، وطبعا حكي زاد على المنتخب الجامبي، زاد حكي على الفرضيات. تعرف ثلاثه فرضيات عندنا باش نقعدوا في لمبي ان شاء الله، اذا كان ترشحوا في المركز الاول باش نمشيو لبافو سام، اذا كان نجيو في المركز الثاني ونلعبوا ضد المنتخب الغيني، وباش نمشيو لقروه اذا كان نجيو في المركز الثالث، وباش نواجهوا طبعا يا اما المنتخب المصري ولا المنتخب النيجيري، زاد لازم يكون نواجهوا منتخب المغربي. برشا فرضيات، لكن الاهم قال انه عنده قعود، كنا قال من الاول دخلنا ب 28 مقاتل، اليوم عندنا 16 مقاتل فقط، لكن باش نكملوا والنا قلنا له انت هاو نجم نكونوا مترشحين حتى غدوه. قال لا، المدرب منذر الكبير قال نمشيو بشويه بشويه، احنا يهمنا ليكيب لازم تطلع بشويه بشويه وليد في النسق، معناتها ما يجيش منه نطيحوا النسق في مباراه على خاطر نجم نكونوا ترشحنا، ولا حتى 99% ترشحنا، يقول لازم نحط المنتخب. أنيس في النقطة هذه نتاع الحسابات، تظهر لي خلينا نسمعوا الجواب بصوت المنظر الكبير، هاي يكون أفضل. سؤال فيه برشا عمق ويلزمنا نحلوه مليح مليح. المنتخب التونسي مش باش يدخل في حسابات، المنتخب التونسي يلعب باش ينتصر ضد الجامبي، ويحاول باش يبدا طالع اون بويسونس. نحب ربي قبل انيس، نحب تعليق من سي يوسف الزواوي. الاجابه معقوله جدا، اي مدرب تساله على الاختيارات بالنسبه للقادم الادوار يقول لك انا نربح ماتشواتي واللي يجي مبروك، لكن في المقابل حتى في ذهن المدرب فما حسابات سي يوسف. والحسابات تتصير من بعد، اما في الهدف الاولاني هو كون مش يلعب الادوار الاولى. شفنا معنا صعوبات اللي لقيناها في المقابله الاولى، وبعدش تحسننا في المقابله الثانيه، لكن فما ظروف اللي تخلي ديما معنا الناخب والسيليكسيونور يمشي في التوجه نتاعو الاولاني، هو كونه يلعب الادوار الاولى، وهذا سي ميساج اللي بوزيتيف اولا اللي هو، وثانيا للجوارات. هذا كان يخمم ولو حتى معنا بورسنتاج ضعيف فيما يخص الحسابات، الاختيارات نتاعو تكون مذبذبه. من الاحسن يمشي توجه وتوجه واحد هو الادوار الاولى. هو وليد ظهر لي الكنديه ما تعرفش بالحسابات، باش نحسبوا على شنو؟ باش نتفاداو الجزائر، باش نتفاداو الكوت ديفوار، باش نتفاداو غانا، ياو لاقين صعوبات كبيره، هو مش ومعناها مش سوري اللي باش ترشحوا، مثلا الجزائر في صعوبات كبيره، غانا انسحبت البارح. معناها مثلا اسلام كي يقول لك تختار ما بين غينيا ونيجيريا ولا غينيا والمغرب،
اي بصراحة. هاك تشوف انت غينيا عدلت مع السنغال، السنغال مش من ضامنه باش ترشح لولا، معناها معناتها كان هذه من ناحيه النتائج معناها ماهوش القوي ديما يربح، معناها لحد الان حتى انت باش تحسب انا نكون جيل ثاني ولا ثالث ماك ضامن باش تتفادى الخصم نتاعك القوي معناها. لكن اسلام كل مقابله ليها الحقائق نتاعها، اكيد وخاصه اكدت لكونه ما فماش اشياء مسبقه مبنيه على قيمه اي 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 فريق اي اي معناها سيليكسيون، ما تعرفش حاليا لوجيك يا با لوجيك سورتو في الكوب دافريك هذه. الوغ بالنسبه لي يحط لين دو كوندويت اللي هو باش يجم ياخذ الهدف نتاعو. انا كنت من الاول مع الحسابات، خاطر من الاول اذا كانت صارت الامور بطبيعتها كنا اذا كانت رشحنا للانين باش نواجهوا السنغال والكوت ديفوار والا الجزائر، واذا كانت رشحنا باش نواجهوا السنغال تقريبا اقوى منتخبات في البطوله هذه، نقولوا حتى نحن عندنا ثقه في رواحنا وباش نربحوهم ان شاء الله، لكن باش تستنزف منك برشا جهد بدني معناها المقابلات هذه، دونك فضلت انه نتفاداهم. لكن اليوم كل شيء ولا ملخبط اكيد، ومش كل مش مضمون حتى شيء. وهنا الشرجع اسلام تولي تعمل انت لين دو كوندويت لنفسك اللي يهمك انت، هي الثنيه نتاعك هكا، بعدش اللي يجي يتعامل معاه. وهو توا ديما المنظر يقول ديما نلعبوا كل مقابله ومقابلتها. صحيح انيس، اكيد في الندوه الصحفيه تسال على الغيابات اللي باش تكون نتيجه للاصابه بالكوفيد، كيفاش كان رد فعل المنذر الكبير؟ هو حكي على انه معناتها حس معناتها بدينا معناتها هو ما لمحش مباشره، لكن واضح انه عنده احتياج بمخه اساسيين على الاقل ينجموا يلعبوا نعملوا كومبوزيسيون معناتها معقوله باش نجموا نلعبوا معاه. وحكي قال برشا انتقدوني وقت اللي حكيتها، وقت اللي هزيت اربع حراس مرمى قال اليوم هو عندي الحق سينو رانا قعدنا بحارس مرمى واحد. زاد قال برشا انتقدوني وقت اللي هزيت وقت اللي حكيت على البوليفالونس نتاع علي العابدي، وخاطر كنت نعرف انا المركز هذا حسيت علي العابدي نجم يلعب على الشارع اليسار ونجم يلعب على الشارع اليمين، واليوم زاد او في الوضعيه اللي تحطينا فيها نلقى خلينا نسمعوا هو انيس وبعد نعطيك التعليق. نوضح نقطه اللي كونه الوضعيه اللي تعدى بها المنتخب التونسي، لاني باش نتكلم عليها اللي قبل باش نتكلم عليها بعد. تركيزنا نتاعنا نتاع الاطار الفني واللاعبين الكل على العمل نتاعنا على شنو يلزموا نعملوه باش نحاولوا نوصل للاهداف نتاعنا. تو سامبلومون كل حاجه واضحه بالنسبه لي انا نغزر لها ومتاكد منها، سكو عندي ثقه كبيره في اللاعبين الموجودين، عندي ثقه كبيره في اللاعبين اللي باش يدخلوا ضد جامبي اللي باش يلعب هو المنتخب التونسي. وقت عملنا الليست نتاع ال 28 جوار اخترنا 28 ملاعبي قادرين باش يمثلوا تونس احسن تمثيل وقادرين باش يوصلوا للاهداف نتاعنا. حتى في وقت من الاوقات عملنا خيارات نتاع اربع حراس، برشا ناس تسائلت وما فهموش علاش معناتها اربع حراس. اليوم الحمد لله رؤيه استباقيه نتاعنا، كما عملناش الخيار هذاك اليوم رانا لقينا حارس برك موجود اليوم على الميدان، ما تعرفش عليه شنو نجم يصير في المقابله. الحمد لله عندنا اليوم زوج حراس. وقت اخترنا في القائمه ثلاثه اريل لاتيرو على اليسار ومام حتى ثلاثه على اليمين بحكم علي نجم يلعب في جهتين، حتى كنت نعرف اللي كون المركز هذاك حساس والمركز هذاك مهم برشا في التنشيط الهجومي نتاع المنتخب التونسي. ووضعيه اللاعبين وقت تتعمق ووقت تعمل متابعه علميه متابعه بالمقابلات بالحاله الصحيه نتاعو تعرف اللي كونه فما برشا احتمالات تنجم يصير. كانت رؤيه استباقيه. اليوم كان الحمد لله عندنا الظهير ايسر هو علي العابدي موجود في المنتخب وباش يكون موجود غدوه ان شاء الله، ربي يحفظ اللي بقى وان شاء الله الناس اللي مرضت يتعافوا ويرجعوا يعاونوا المجموعه نتاعهم. مره اخرى نقول لك عندي ثقه كبيره في الناس اللي موجودين وباش يمثلوا تونس ان شاء الله احسن تمثيل. هذا كان المنذر الكبير الناخب الوطني في الندوه الصحفيه اللي صارت اليوم في ليمبي. انيس، ابار الكورونا وابار الحسابات، شنو هي الاهم الاسئله اللي طرحت على الناخب الوطني؟ برشا اسئله طرحت على الناخب الوطني، منها انه شكون معناتها اللي يتحمل المسؤوليه في الاعداد الكبير ياسر اللي هو من حاله الكوفيد. انيس ثم شويه هو اريح بحذاك وكان تحاول تبدل شويه البلاصه. قلت تسأل خاصة كيف بالنسبة للمنظر الفاير وبالنسبة لأنيس بن سليمان شكون يتحمل المسؤولية في الأعداد الكبيرة هذيا من حالات الكوفيد. قال أنا قال كل أنا أنا مسؤول قال عن الجانب الفني، فما مكتب جامعي وفما مسؤولين في الجامعة
وهذا لو تصير معناتها حتى تجد تكون قاعدة في واحد في الجيش كما قال نسبة الانتماءات تجد تصاب بالكورونا يقول معناتها ما نش بشنا وكأنه يستبق المنظر الكبير لأنه ما يحبش بعد يقولوا له هوا فما أعذار بتاع كوفيد ويقول لي احنا توا عبارة معناتها منتخب عنا 11 لاعب باش يلعبوا وعنا 3-4 تغييرات نحاول نجريوا المباراة واحنا قرأتنا المنتخب الوطني التونسي قال معناتها احنا في الكؤوس الافريقية هذيا قاعدين نمشيو بالجدا قبلها سلام وبعثوا نرجعوا للمنتخب الكبير قبلها كان مدرب المنتخب الجامبي أنيس قبل ما تعدى منتخب جامبيا خلينا نسأل سي يوسف حتى حكينا شوية في الأورف فما شوية استهتار سي يوسف من الملاعبية خاصة أن المنتخب موريتانيا معانا في نفس المجموعة وتقريبا صفر حالة معنا في الكوفيد والله هذا السؤال اللي قاعد نتسائل فيه احنا من بعد بطبيعة الحال مانيش في المكان الغادي لكن شفنا فيديوهات بخلاف الفيديوهات مهما يكون نتسائل اللي كونوا في فرد اوتيل ولا اوتيل مش كبير ياسر ظهر لان من المسؤولين خارج الاوتيل هكا يعني اللي كونوا ما يجم يقبل الا زوز فرق برك اللي موريتانيا صفر من الحالات واحنا عندنا متكرر وهذا العدوى هذه تمشي بسرعه معناها اذا معناها تمست معناها اي جروب بسهوله نشوفوا هذا الاستهتار ما نظنش استهتار وين بالضبط يوسف كي شفت مثلا انت وهبي الخازري الناس كلها عجبتنا اللقطه اللي عملها مع الطفل الصغير حلوه على الاخر لكن احنا في كا اكسبسيونيل في ظروف مش عاديه معناها كان نجم لا قدر الله الطفل هذاك ثاني ينقل لك العدوى كيف الحفله اللي شفناها دي لامبروني يغني وهو عنده كوفيد الملاعبيه ما نعرفش ماهمش بعد برفش على اصحابهم لهنا ما حبيت نسال عن النقطه هذه طيب انا سمحني نعطيك نفس السؤال انت اعطيتني سؤال نتاع الحركه هذه الحركه وقتاش صارت هذه توت سويت ابرو لو ماتش فماش واحد على الاقل ولا واحد على الاقل هذا ما شيء اكد لان شو اسمه وهبي عاش في فرحه اللي كونه تعرف شنو اللي صار لنا في المقابله الاولى والشيء اللي صار عليه هو شخصيا وقت اللي نسبه النجاح هذه من انسبونتانيمون يعني بالنسبه لي حاجه ما فكرش وحتى واحد لا فكر وحتى الكل راها من الكوتي ستمام يعني حاجه ايجابيه خلق العاده ما مريها وقتاش فقنا بها وقت اللي سمعنا سبع حالات اللي ولينا نراجعوا في رواحنا وهذا صحيح لكن في التفكير الاولاني وحسيس عند وهبي ما فكرش ان شاء الله نتعلموا منها ما فكرش لكن استهتار بعدم مثلا انضباط انا ما نظنش بصراحه سي يوسف انا لقطه ديلان برونو هو بوزيتيف ويغني ومع المجموعه حتى كان ماهوش صحيح مش لاصق لهم لكن ماهوش محصور بصراحه ما لقيت لهش تفسير وحتى حد ما جاوبني على السؤال حتى البارح طرحت التساؤل اكيد زاد اني سحباني ما عندوش الاجابه شو هنا فما مؤشر اللي احنا يخلينا نقولوا الكلام هذا خاطر احنا ما نجموش نسمح رواحنا نتكلموا في حاجات اللي نجهلوها نتكلموا على حاجات اللي عشنا شنو عشنا تاثرنا بها هو هالعدوى هذه صحيح لكن وقت اللي المكتب الجامعي المكشوف الغادي والمسؤولين خذوا قرار باش يدعم الناحيه نتاع الطب بزوز تدعيم هذا اكد اللي فما نوع من المستهتار نقص يلزمنا نحافظوا عليه للمستقبل خاطر اللي قلقنا اللي جاي من بعد خاطر ما عندك ان ادفيرسير انفيزيبل ما تعرفش عليه هذا وقتاش باش كل ما تعمل تيست يدك على قلبك هو ما عندناش حتى شك ان شاء الله منتخبنا باش يمشي لبعيد في البطوله هذه ان شاء الله اوكي اللي طول اللي تعدى وصار خلينا نطويوه ما نركزوش فيه برشا المهم نتعلموا من عم ما يتعودوش الاخطاء هذو في المستقبل خاطر اكيد المقابلات الجايين هما الاهم انيس فما منتخبات اخرى قاعده تعلن على نتائج ايجابيه بالنسبه للكورونا مش بدرجه كبيره يعني في حاله حالتين الماكسيموم معناتها ما فماش برشا حالات شفت البارح اللاعب نتاع احتياطي في المنتخب السوداني شفت زاد بالنسبه للمنتخب السيراليون زاد على حاله معناتها هذه فما حاله في جامبيا زاد يا انيس باش نلعبوا حاله في منافس تراولي ابارامون اسمه اللاعب تراولي حاله في اي جوستومون حاله في في لاعب في منتخب اللي باش نلعبوا معاه غدوه المنتخب يعني حالات منفرده مش كما احنا عندنا المره الاولى سته والمره الثانيه سبعه احنا قلت البارحه في اذاعه اودات زي الاشهر لهنا في دواله اشهر في دواله حكاوا قالوا تسونامي
تسونامي كورونا يضرب المنتخب الوطني التونسي، عملوا حصه كامله حول نجاعة البروتوكولات الصحية والبروتوكول الصحي اللي قايمة به اللجنة المنظمة. فرشت فيه كنيس البارح مع زملائنا كتاج بليوس مع بديع بن جمعة، كنت عملت ملاحظة على البافيت نتاع سيف الدين الجزيري. اليوم اليوم فما دي بافيت في الكونفرنس ولا اليوم بون اليوم 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 لبسوا معناتها كان المنظر الكبير موجود وناس سليمان لابسين لي بافيت من الاول للنجمة الصحفية. بعد وقت اللي باش يتكلموا تعرف فما معناتها نحاو في بعض الاوقات بعد رجعوا، يعني واضح انه معناتها قاعدين ياخذوا في يسمعوا في النقد ولا يسمعوا في الملاحظات نتاع الزملاء الصحفيين اللي موجودين لهنا، لانه تعرف اللي يهمنا احنا جايين من اجل انه المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله يمشي بعيد في هذه الكاس الافريقيه، رغم كل شيء كما قلت، رغم اللي صاير، لانه ب 16 لاعب، يعني حتى الصباح صحفي كامروني قال لي معناتها كيفاش نجموا تلعبوا، كيفاش نجموا تعملوا من تغيير، قلت له ثلاثة أربعة، قلت له نجموا لو عندنا احنا 11 مقاتل نجموا حتى يكملوا مباراة، لأنه فما مدربين في العالم يختار أنه يكمل مباراة يعني ب 11 ولا يعمل تغيير فقط، مش بالضرورة فقط أن نتفاداو الإصابات إن شاء الله في مباراة غدوة. وديما قلت الهاجس التنظيمي، لو قلت لهنا لو في الكامرون راهم ينقدوا، معناتها عندهم حرية خاصة على المستوى الرياضي، راهم يحكيوا بكل حرية، إذا كان فما حاجة وغضب كبير وانتقادات كبيرة للجنة المنظمة، ملعب جابوما اللي موجود في دوالة معناتها مشاكل كبيرة ياسر، اللي يلعب فيه المنتخب الجزائري كيف يحكيوا ديما على المشاكل في البروتوكول الصحي مش قاعدة تتطبق خاصة في الدخول للملعب بالنسبة للصحفيين، ولا حتى هما قالوا حتى اللي تسترفيد بالنسبة للجماهير، لكن ثم حتى معناتها حتى مراقبة. مباراة مالي وغامبيا مفروض تكون ب 60% من طاقة الاستيعاب، شفنا أكثر الحقيقة نتاع عربي، شفنا تقريبا الملعب مليان، باعتبار احنا خلصنا في الدوزيام ميتون، معناتها نلقاو برشا الجماهير حاضرة في الملعب تقريبا. أنيس شفت الملعب كله فقط مليان. فقط آخر سؤال، شنو كان أهم ما جا فيها الكونفرنس تاع غامبيا؟ قلت مدرب المنتخب الغامبي وكانوا يعملوا في سياسة التخدير، قال لنا المنتخب التونسي الراب باش يمشي لبعيد ياسر في هذه الكأس الإفريقية، وقال معناتها احنا ما نسميوش، معناتها ما عندناش تاريخ كبير بالمقابله مع المنتخب الوطني التونسي، حتى واحد من الزملاء الصحفيين التوانسه قالوا راه هذه اللغه ما تحفظناها ديجا قبل ما عادش تمشي معانا، معناتها احنا باش كما قال المدرب منذ الكبير لازم نحط المنتخب الغامبي في اطاره، كما صار مع المنتخب الموريتاني نحاولوا نسجلوا منذ البدايه باش نتهنى اكثر وما ندخلوش في الحسابات، كما قلت سلام اللي يحب يهز الكاس الافريقيه ولا يمشي لبعيد اكيد باش تجيه منافس قوي في الثمن النهائي ولا في الربع النهائي، واحنا ان شاء الله اكيد تتواصل الرحله مع المنتخب الوطني التونسي. نسمع ونيس بن سليمان اللاعب اللي كان حاضر مع المنذر الكبير في الندوه الصحفيه واش قال. الجولات الكل نحبوا نلعبوا، نحبوا نمثلوا تونس، نحبوا نمثلوا المنتخب نتاعنا. المرض النجم يصير، معناتها النجم يجي، معناتها حتى انت في البيت وحدك. احنا قاعدين نعملوا لابسين الماسك، نعملوا اللي نجم اللي نقدروا عليه باش 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 ما نمرضوش، اما على غالب ساعات ما نجمش you can't control it. الامور كاني خرجت على السيطره في وقت ما فيما يخص الكورونا، ان شاء الله نقولوا هذاك حد الباس ان شاء الله، وان شاء الله ما نعاودوش نسمعوا باصابات جديده. سلام يوسف، غلط الخطاب نتاع مدرب منتخب غامبيا، هو حتى المدرب نتاع موريتانيا قال مش من المدرب، هو يمكن الصحفي لا يظهرني نتاع موريتانيا المدرب قال كيف قال نفس الكلام، قال نفس الكلام نفس الكلام، احنا متعودين على هذايا، وخاصه مقترف هذايا سلاح ذو حدين بالنسبه للغامبيا، وهذا اللي هو عمل الفارق، لان داخل الدوره ما عنده ما يخسر، ولعبت كل مش عملت له حتى حساب، وكمل التحضيرات وقدمنا عليها تحضيرات للتظاهره هذه ما كانتش على احسن ما يراو، وهذا دليل على الفرق الكبرى كيفاش كان المردود نتاعهم. بطبيعه الحال كل اي فريق اللي هو ما عنده حتى ضغط نتاع النتيجه يلقى روحه في 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 ثنيه مفتوحه، كما شفنا غامبيا هذا ما ينقص من القيمه نتاعها الكرويه. اليوم عندها اربع نقاط، لكن يعني اليوم واقعيا هي فوق في الترتيب فوق المنتخب التونسي. نعم هذه حقيقه الميدان، هذه حقيقة الميدان، وحقيقة الميدان هو اللي ياخذها بعين الاعتبار المدرب والملاعبية، ما ياخذوش وين احنا كلاسيك، لا، الكلاسمون تو انتهى تو، أنت شنو هو؟ شفنا احنا ابري 35 ماتش لالجيري خسرت من غينيا الاستوائية، من غينيا الاستوائية،
معناها الفكورة مش علم صحيح، مش علم صحيح. والظروف، اللي يلعبوا فيها السنة هذه معناها في الكوب دافريك معناها ظروف معناها خاصة. باش نرجع معك سي يوسف على هامش التحرك بالنسبة للمدرب، نعرفوا كل ما يقل الرصيد البشري وين هامش التحرك بالنسبة للمدرب يقل، هل هذايا نجم اللي صاير يكون أمال بوغان بيان ينجم يخلينا نكتشفوا زادة مواهب أخرى موجودة في القائمة متاع 28؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في الجزء الثاني. قبل هذا باش نشكر أنيس السحباني، جزيل الشكر لي أنيس. إذا كان فما أي تفاصيل أخرى تفضل. جزء من بعد وليد ستة بتاع العشية باش يكون آخر حصة تدريبية في ملعب سانتيني ستاديوم، وأكيد باش يكونوا حاضرين بالفيديو على الباج بتاعنا إكسبرس إف إم، ونحاولوا أكيد نعطيو التشكيلة إن شاء الله، ولو أنه ما عادش فما برشا حلول كما قلت، يعني تقريبا واضحة التشكيلة. إذا كان بشير بن سعيد واضح كحارة مرمى، حمزه المسلوسي على اليمين، علي العابدي على اليسار، زوزلي فلاكس واضحين، الايفا وكذلك السالبي، الصخيري والعيدوني باش يكونوا موجودين، الجزيري باش يكون موجود، دونك يقعد بين رفيعه، حنبال مجبري، البساكني وانيس بن سليمان، يعني الاربعه ملاعبيه هذوما باش يكون منهم زوز موجودين في مباراه غدوه ضد المنتخب الجامعي. مبعوثنا في ليمبي أنيس السحباني، جزيل الشكر ليك. الكلمة الصفية المحرر، موجز ما 3:30، ومواصلين مع ضيفنا سيوسف الزواوي، إسلام المدب ووليد برحومة، رافقوكم حتى الأربعة.